رسميا منتخب مصر الى امم افريقيا، مباراة بنقدر نكسبها قدام غينيا 2-1، لكن اداء سيء جدا. منتخب تريزي جاي، نغير يا جماعة اسم منتخب مصر من منتخب صلاح لمنتخب تريزي جاي، ادوا لكل واحد حقه. تريزي جاي اللي ما كانش بيلعب اساسي من اول المباراة وكان قاعد على الدكة، هو نجم المباراة، بينزل النهاردة عشان يسجل لك جول ويعمل لك اسيست، وكان هيسجل التاني، وهو افضل واحد موجود عندك في الملعب من الاخر. هنتكلم في تفاصيل كتير قوي، وفي حاجة مهمة قوي هنتكلم فيها، لكن لما الناس تجمع كده ولايكات كتير وشير على قد ما تقدر، خلي اللايف يوصل في كل حتة عشان اكلمك عن 6-1 مع منتخب مصر. يعني ايه 6-1؟ ايه اللي جاب سيرة 6-1 يا عم دلوقتي؟ ايه اللي جاب سيرة اهلي وزمالك اصلا؟ هقولك والله العظيم مباراة 6-1، والله العظيم النهاردة اهلي وزمالك 6-1 في منتخب مصر. ازاي؟ هقولك كل حاجة دلوقتي. كل الناس تيجي وتقول لي رايها في الكومنتات مين الافضل في المباراه. نعم الله عليكم يا رجاله، الناس كلها بتقول لي نعيما عشان حلقه دقني وكده، عملنا تغيير كده وقلنا احسن بالدقن ولا من غير الدقن، نسيبها تطلع تاني ولا نخلينا كده شويه. المهم خلينا نتكلم عن مباراه منتخب مصر، اللي خلاص مصر رسميا حسمت صعودها لامم افريقيا، مبروك لكل المصريين، لكن الاداء مش احسن حاجه، هنتكلم عليه كويس جدا. اداء منتخب مصر ما عجبنيش وما كيفنيش. بلعب النهارده مع غينيا، منتخب مش مصنف، منتخب ضعيف، المفروض اني اكسبه. هتقولي مصر انت بتلعب بره ملعبك، هقولك يا جدع بره ملعبي ايه؟ يا جدع صل على النبي، انت بتلعب في المغرب، لا ملعبك ولا ملعبه، بتلعب على ارض محايده، ما تكسب يا عم وتدوس وتحط عليه بسكور كويس وتحسس مصر كده ان انا عندي منتخب قوي اعتمد عليه. بص اسامي لعيبتك واسامي لعيبته، لا فرق كبير قوي. فهنتكلم عن الاداء واكلمك عن سبب سوء الاداء ومين الافضل في الملعب ومين الاسوأ في الملعب والمشاكل اللي عند منتخب مصر ايه وكل التفاصيل الكتير دي. لكن خلينا اكلمك الاول على 6-1. يعني ايه 6-1؟ يعني 6 للاهلي وواحد للزمالك. طب ايه علاقه ده بمنتخب مصر يا عم؟ هقول لك، لعب النهارده من النادي الاهلي مع المنتخب 6 لعيبه مقابل لاعب واحد بس من نادي الزمالك، هو احمد السيد زيزو اللي كمان ما كملش المباراه الاخيره وخرج بديل، يعني لعب جزء من مباراه، لكن من الاهلي لعب 6 لعيبه. مين هم الست لعيبه دول؟ محمد الشناوي في حراسه المرمى الماتش كله يا باشا، محمد هاني باك رايت وخرج في الشوط الثاني، مساك افضل مساك في افريقيا كلها محمد عبد المنعم اللي اسمه موجود كده على ملعب مركب، محمد عبد المنعم موجود النهارده بيلعب المباراه كلها، مروان عطيه موجود في نص الملعب وهو كمان بيكمل الماتش كله، وموجود دول الاربع لعيبه اللي لعبوا من اول الماتش، وبينزل لك اتنين بدله، بينزل حمدي فتحي وبينزل كمان معاك محمود كهربا في اخر المباراه. 6 لعيبه من النادي الاهلي مقابل لاعب واحد بس من الزمالك، منشن صاحبك الزملكاوي وقول له تعالى اسمع المعلومه دي وشير له الفيديو كده وابعته له وقول له اسمع، ال 6-1 كانت حاضره في مباراه منتخب مصر اللي صعدتنا لامم افريقيا. دي كده اول حاجه كنت حابب اتكلم عليها. خلينا اكلمك كمان ان منتخب مصر خلاص مجموعته دلوقتي، مصر في الصداره، لعبنا 5 ماتشات معانا 12 نقطه زي الفل، ضمننا الصعود حتى لو لا قدر الله خسرنا الماتش الجاي، الموضوع خلصان خلاص، لكن طبعا الماتش الجاي هنا على ملعبنا نقدر نكسبه بكل سهوله. لكن دلوقتي مصر في الصداره 5 ماتشات 12 نقطه، غينيا مركز ثاني 5 ماتشات 9 نقاط، عشان يعدونا محتاجين يكسبوا الماتش الجاي، واحنا نخسر وسكور كبير وفيلم كبير كده شيله من دماغك، مصر في الصداره خلاص القصه خلصت. مركز ثاني غينيا، مركز ثالث اثيوبيا، ورابع ملاوي، الاثنين معاهم 3 نقاط، عندهم ماتش مع بعض. ايه الحاله الوحيده اللي تخرج غينيا؟ ان اثيوبيا تكسب او ملاوي، هيبقى معاها 6 نقاط وساعتها غينيا معاها 9، تفضل اخر مباراه غينيا لو خسرت والفرقه اللي كسبت كسبت تاني تصعد هي مع منتخب مصر وتخرج غينيا ساعتها من التصفيات. لكن غينيا لو الماتش الجاي اتعادلت بس صعدت رسميا، كسبت برضه صعدت رسميا، ولو اثيوبيا وملاوي اتعادلوا مع بعض خرجوا الاثنين. فمن الاخر كده غينيا نسبتها للصعود بنسبه 90%، منتخب مصر صعد رسمي خلاص، الف 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 مبروك للمصريين كلهم. لكن تيجي بقى تتكلم عن الاداء، تعال اكلمك عن الاداء شويه بعد ما نقول تشكيل منتخب مصر. مصر النهارده بتلعب بال4-3-3 اللي بيلعب بيها النادي الاهلي في
الفترة الأخيرة. الأهلي بيلعب 4-3-3 بثلاثة في نص الملعب بدون صانع ألعاب. ليه؟ لأن ما عندكش صناع ألعاب في مصر. خدها مني كده وما نتكلمش فيها كتير. ما فيش صناع ألعاب موجودين في مصر يا جماعة. من بعد كبر سن عبد الله السعيد اللي ما كانش أحسن حاجة يعني، بس هو كان صانع ألعاب رقم 10. عبد الله السعيد مش موجود. طيب مين بعديه؟ مين صناع ألعاب؟ في محمد مجدي أفشة. إذا كان أصلاً ما بيلعبش في الأهلي بشكل أساسي وما بيديش أداء جيد فما بيتاخدش. طب عندك أحمد حمدي مش أقوى حاجة برضه. طب عندك صالح جمعة لاعب مش عايز يهتم ومش عايز يركز في الكورة. فما فيش صناع ألعاب للأسف موجودين في مصر. ما تشوفونا الناشئين يا جدعان، ما تطلعونا صانع ألعاب. عايزين رقم 10 في النادي الأهلي وفي منتخب مصر، محتاجينه فعلا. والله الشوارع فيها لعيبة كتير قوي يا جماعة مظلومين ما بيتشافوش، محتاجين. إزاي بلد كاملة زي مصر ما عندهاش صانع لعب؟ ما فيش صانع لعب في مصر يا جدعان دلوقتي، حاجة غريبة جدا بصراحة. فمصر بتلعب 4-3-3 في حراسة المرمى سوبر شناوي، رباعي في خط الظهر على اليمين محمد هاني، على الشمال محمد حمدي، باك رايت باك ليفت، باك رايت من الاهلي، باك ليفت من بيراميدز، اثنين مساكين عبد المنعم وعلي جبر برضو من بيراميدز ومن الاهلي، يبقى رباعي دفاعي اثنين اهلي اثنين بيراميدز، ثلاثي في نص الملعب. زيزو النهارده بيلعب ثالث نص ملعب مايل ناحيه الرايت، بيزيد ورا محمد صلاح ومفروض بيعمل واجبات دفاعيه مع محمد هاني ما شفتهاش خالص النهارده بصراحه. محمد هاني كان وحيدا وكان مضغوط بشكل كبير جدا من غينيا، غير ان هو واقع بدنيا من ماتش النهائي مع النادي الاهلي. لعيبه الاهلي اصلا كان المفروض ترتاح يا جدعان، ده لاعبين ماتش اول امبارح نهائي دوري ابطال افريقيا، خلصوا راحوا من النار للنار، من على طول من معسكر النادي الاهلي لمعسكر المنتخب على طول. يلعب ستة منهم اساسيين، انا قلت هيروحوا يكونوا موجودين لكن هيشارك واحد ولا اثنين النهارده يعني. ما حبكتش محمد الشناوي ليه يلعب؟ ما يبدا ابو جبل يا عم، ما يبدا صبحي، ما يبدا اي حارس تاني، لكن الشناوي برضه هو اللي حاضر. طب محمد هاني ناحيه الرايت، ما موجود عندك بيكهام وموجود هشام صلاح، لكن برضه محمد هاني هو الافضل. عبد المنعم انا شايف انه في حته تانية، وقلت لكم ده مساك مصر وافريقيا الاول، فبيلعب. مروان عطيه كمان في نص الملعب ادى اداء عالي النهارده، عجبني مروان عطيه. مهم ثلاثي نص الملعب، زيزو على اليمين، عطيه النهارده هو اللي بيلعب رقم 6 وهو اللي بيدافع. ناحيه الشمال موجود محمود حماده، وثلاثي امامي على اليمين محمد صلاح اللي لينا كلام معاه كتير قوي النهارده، وناحيه الشمال مرموش اللي ملحقش لعب كده 7-8 دقايق، اتصاب خرج ونزل سوبر تريزيجي. تريزيجي ما يقعدش دكه يا جدعان، تريزيجي ما يقعدش على الدكه لاي حد في مصر، ولا المرموش ولا لاي حد تاني. تريزيجي تحطه في الملعب وتبني عليه العشر لعيبه التانيين. تريزيجي مفيد جدا للنادي الاهلي، ما ينفعش ابدا يقعد على الدكه. نزل النهارده هو الورقه الرابحه بتاعتك، هو اللي نزل قلب لك الماتش بعد ما كنت مش موجود وفضلت مش موجود، لكن الافضل هو تريزيجي. ومهاجم مصطفى محمد اللي بيسجل الجول الثاني وهدف الفوز لمنتخب مصر. شوط اول النهارده والله تنام، والله وانت بتتفرج عليه تنام، تحس ان انت عايز تشغل سطلانه بتاعت طاهر محمد طاهر، هتستمتع اكتر بكتير والله العظيم من الشوط ده. شوط سيء جدا، منتخب مصر غير موجود، ما فيش كوره اساسا. هو احنا كنا بندور على التعادل مثلا عشان بنلعب بره ارضنا؟ انا مش فاهم والله، اصل بره ارضك انت ما بتلعبش على ارض الخصم، انت بتلعب النهارده مباراه على ارض محايده، ملعب على المكسب يا جدعان، ما طبيعي نكسب. اكسبت في الاخر لكن ادائي سيء جدا، انا بلعب غينيا، امال هعمل ايه مع الجزائر وهعمل ايه مع المغرب وهعمل ايه مع الكاميرون وساحل العاج وهعمل ايه مع نيجيريا والسنغال والمنتخبات القويه قوي دي؟ لما مع غينيا النهارده، مش غانا لا، غينيا النهارده ادائي بالشكل ده، ادائي وحش جدا طبعا. في الدقيقه 26 هدف ليهم، هدف ليهم كره ملعوبه حلوه قوي، 1 2 الاول بتتعمل على محمد هاني، بيضرب محمد هاني بعين، بتتعمل 1 2 على علي جبر الكارثي النهارده في الدفاع، مع اني دايما بقول ان علي جبر ينضم للمنتخب وبيكون واحد من اختياراتي، لكن النهارده سيء جدا، بيتعمل عليه 1 2 هو كمان وجول ما يسالش عنه ابدا. الشناوي طلع بالعرض الجول فاضي، ايه يا جدعان ده؟ ايه خط الدفاع السيء جدا ده؟ غلطه شايفها من محمد هاني، من علي جبر، من احمد السيد، زيزو، من الثلاثه. ليه اتعملت 1 2 على هاني؟ مفيش رقابه طبعا معاه اللي المفروض يكون مكلف بيها زيزو، هو اللي بيدافع ناحيه هاني، الاثنين غلطانين. بعد كده علي جبر كمان بتتعمل عليه 1 2 وبتيجي الكره جول، هدف يسال عنه الثلاثه دول، محمد هاني واحمد السيد زيزو وعلي جبر. بتيجي الكرة جول كده في الدقيقة 26. بعد كده في الدقيقة 28 تريزيجي بيشوط واحدة بتتصد، الجول فاضي يا جماعة، بترجع الكرة لمحمد صلاح، كنت هتشل فيها قسما بالله، وعملت رد فعل عليها بس نزل على اليوتيوب بس. الناس اللي عندي على الفيسبوك ومش عندي على اليوتيوب والله خسرانين كتير يا رجالة، اليوتيوب هو اللي بينزل عليه الرياكشن بتاع الماتشات كده، حاجات صغيرة بتنزل على اليوتيوب بس ما بتنزلش هنا. روح على اليوتيوب واعمل اشتراك وفعل الجرس كده واستنى وشوف الحاجات اللي هناك. اللي موجود عندي على اليوتيوب يقول
لي في الكومنتات دلوقتي انا عندك، واللي مش عندي يروح يعمل اشتراك حالا ويجي يقول لي ضن يا باشا انا رحت على اليوتيوب. خلاص هقول لك اللي هناك قد ايه، ونشوف مين من اللي موجودين معانا 800 واحد اهو مين هيروح على اليوتيوب دلوقتي. احنا 55336. يلا يا رجاله كده اللي مش موجود يروح يعمل اشتراك ويفعل الجرس هناك وشوف رياكشن فرصه محمد صلاح اللي ضاعت. اقسم بالله ما كان ينفع تضيع ابدا. الجول فاضي يا صلاح، الجول فاضي. انت ليه مصمم ان المصريين يقولوا عليك متخاذل والكلام الفاضي ده؟ الناس التعبانه في دماغها. طبعا محمد صلاح نجم منتخب مصر الاول وافضل لاعب جه في مصر عبر التاريخ، في كل التاريخ وكل اللي فات ما جاش حد زي محمد صلاح، وفي كل اللي جاي صعب يجي لك حد زي صلاح. بس مع ليفربول، مع منتخب مصر، هو ما عملليش مع المنتخب اللي يخليني اقول عليه اسطوره لمنتخب مصر. لاعب جاي جدا طبعا في منتخب مصر، لاعب تبني عليه فرقه، لاعب لما تتكلم على جيل تقول ده جيل محمد صلاح. لكن هل محمد صلاح اللي عمله مع منتخب مصر يقارن باللي عمله مثلا محمد ابو تريكه؟ اكيد لا. يقارن باللي عمله احمد فتحي؟ اكيد لا. يقارن باللي عمله احمد حسن؟ يقارن باللي عمله حسني عبد ربه؟ يقارن باللي عمله عصام الحضري، عماد متعب؟ اكيد لا. هتقول لي يا عم الناس دي جم مع بعضهم وكانوا جيل قوي، اقول لك صح صح صح. لكن انا بتكلم لو اقارن فرديا صعب اقارنه بالجيل ده. الجيل ده عمل للمنتخب اكتر من اللي عمله محمد صلاح. اتمنى في الفتره الجايه محمد صلاح المنتخب يقدر يساعده ويكون هو اداؤه قوي مع المنتخب، يودونا كاس العالم باذن الله، ناخد امم افريقيا معاهم، ليه لا؟ منتخبنا فيه عناصر كتير كويسة، عشان صلاح يستاهل اكتر من كده مع المنتخب. الناس بتقول ايه عملت اشتراك عملت اشتراك؟ اخواتي يا رجالة، اخواتي 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 اللي ما راحش على اليوتيوب فايته كتير جدا، قسما بالله روح اعمل اشتراك وفعل الجرس. هو عبد الغني بيقول لي انا عندك على اليوتيوب اصلا حبيبي يا عبد الغني. احمد نادي بيقول لي عملت اشتراك حبيبي يا عالمي. ايوه كده ايوه كده يا رجال. ناس بتتكلم انها حلقت يا رجاله كده، قلنا نعمل تغيير، قلنا احلى بالدقن ولا من غير دقن؟ نربيها تاني كده وتطلع معانا ولا خلينا كده شويه او عاملين اي تغيير؟ بعد كده جول في الدقيقه 42، محمد صلاح بيعوض على طول الكره اللي ضيعها وبيعمل اسيست لتريزيجيه اللي بيحط بوش رجله الخارجي حته بتاعه ابو تريكه كده بوش رجليه وداها في البعيده. ايه يا عم الجمال والحلاوه دي يا تريزيجيه؟ ايه الجمال يا ابني ده؟ حطها فينش عالي قوي من تريزيجيه بصراحه، وصلاح طبعا لعبها له اسيست حلو جدا. عشان نخرج من الشوط الاول، الشوط السيء قوي قوي قوي، نخرج متعادلين 1-1 اهو. بيقول لي عملت اشتراك زياد عبد المحسن. ماشي حبيبي يا اخويا. اشتراك محمد سيف عفيفي، منورني يا رجاله اقسم بالله. لا بالدقن هتطلع يا عم، هتطلع مش مشكله. المهم بيخلص الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1. يبدا الشوط الثاني، التعادل كان يخلينا متصدرين مجموعه، والتعادل يخلينا رسميا برضو صعدنا لامم افريقيا. لكن انا محتاج افوز، محتاج النقاط يا جماعه، اجمع نقاط وافوز على كل الفرق دي، احسس الشعب المصري كده ان انت معاك منتخب قوي، عشان كمان التصنيف بتاعنا يبقى عالي لما اجي العب تصفيات كاس العالم. تصنيفي يبقى عالي والعب فئه اولى كده، ما انزلش للتصنيف الثاني والاقي نفسي خبطت في منتخب قوي زي ما حصل مع السنغال والاقي نفسي ضعت. فده مهم جدا بالنسبه لمصر ان انت تكسب كل الماتشات اللي ملهاش لازمه والماتشات السهله اللي زي دي. ماشي، خلينا نتكلم بعد كده ان بدانا الشوط الثاني في الدقيقه 49، اختراق منهم وهدف 100% بيتصدى لها محمد الشناوي على مرتين، برده كانت من ناحيه محمد هاني وعلي جبر السيئين جدا. بعد كده تسديدات كتير قوي في النص ملعب يا رجاله، فين احمد السيد زيزو؟ فين مروان عطيه؟ فين محمود حماده؟ الثلاثه ازاي يشوطوا واحده واثنين وثلاثه من على حدود ال 18؟ ما كانتش مظبوطه، كانت عاليه، لكن كرات كان ممكن جدا تيجي جول. تسديد كتير من على حدود ال 18، نص ملعبنا كان سيء قوي النهارده، لكن الحمد لله ما بيجيش فيهم اجوال. بعد كده في الدقيقه 67 بيخرج محمد هاني، بينزل احمد رمضان بيكهام، لان هاني فعلا جبهته كانت مخترقه، واضح ان هو مجهد وانه تعبان. اهو تريزيجيه بيستلم نجم المباراه، نجم المباراه طبعا تريزيجيه والافضل فيها النهارده. بيخرج كمان محمود حماده وينزل سوبر حمدي فتحي اللي خلاص هيرحل من النادي الاهلي، وعملت حلقه اتكلمت فيها عن تفاصيل رحيله، ارجع اتفرج عليها لو ما شفتهاش. في الدقيقه 71 صلاح بيدي واحده لتريزيجيه، شطها كان الجول 100%، لكن بيتالق فيها حارس المرمى. صلاح لعبها حلو، تريزيجيه في تفاهم بين الاثنين، يبقى عمر مرموش هو اللي يبقى على الدكه. نزول تريزيجيه فاد المنتخب جدا الاصابه النهارده، عارف لما يقول لك رب ضاره نافعه؟ النهارده الاصابه اكيد حاجه مضره، لكن لما بينزل تريزيجيه نفعت المنتخب بشكل كبير. تريزيجيه لازم يبدا من اول المباراه. في الدقيقه 78 اسيست من تريزيجيه عشان يبقى جايب جول ويعمل اسيست لمصطفى محمد، بيثبت وبيشوط قنبله في الجول عشان يفوز لمنتخب مصر 2-1 للمنتخب المصري ويصعد بينا
رسميا الى امم افريقيا. وقلت لك ان التعادل برضو كان يصعدنا. والله زمان ايام حسن شحاته ما كنا بنفكر ولا نعرف ايه التصفيات دي. احنا كنا بنتفرج على المنتخب وهو في امم افريقيا على طول. ايه تصفيات امم افريقيا اللي نتابعها ونبقى مشغولين بيها دي؟ لكن دلوقتي بنتفرج على الكلام ده وبيبقى عندنا قلق ان لا قدر الله ممكن منتخب مصر ما يصعدش اصلا لافريقيا، ودي طبعا حاجه غريبه. في الدقيقه 88 بينزل كهربا، يخرج مصطفى محمد، ينزل مصطفى فتحي ويخرج زيزو، تغييرات كده استهلاكيه. خلاص المباراه خلصت، وفعلا بتخلص المباراه بفوز منتخب مصر 2-1. الافضل في الملعب من وجهه نظري هو محمود تريزيجيه، لاعب جامد جدا ولاعب مهم انه يكون موجود في التشكيل الاساسي، ما يقعدش على الدكه ابدا. اما الاسوأ فانا شايف علي جبر عمل مباراة سيئة جدا 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 النهاردة، كان الأسوأ في الملعب ده من وجهة نظري. قولوا لي رأيكم انتوا في الكومنتات مين الأفضل مين الأسوأ، واوعى تنسى تروح على اليوتيوب تعمل الاشتراك تفعل الجرس وتشوف ردة الفعل كده والصريخ اللي كان في الهجمة اللي ضيعها محمد صلاح، هجمة غريبة جدا نزلت على اليوتيوب بس ما نزلتش على الفيسبوك. فروح على اليوتيوب اعمل اشتراك وفعل الجرس. الناس اللي بتسألني اسم القناة ايه، اسم القناة على الفيسبوك واليوتيوب زي بعض، الكورة مع عبد الناصر زي ما مكتوبة قدامك. اشترك عليها كده فعل الجرس وقول لي في الكومنتات هنا ضن لايكات كتير وشير على قد ما تقدر، خلي اللايف يوصل لكل الناس، واعمل منشن لصاحبك الزملكاوي وقول له اتفرج على قصة 6-1 اللي في مباراة منتخب مصر وغينيا. سلام.